نعم، من ناحية نظرية فقط، ولكن من ناحية عملية القوات الأمريكية باقية في العراق لسبب مهم للغاية، ألا وهو الردع. القوات الأمريكية متواجدة في العراق للرد عسكريا على هذه الميليشيات، والبديل الذي تحدثنا عنه سوف يسمح للقوات الأمريكية التي تتواجد الآن في العراق لأغراض التدريب، هي أيضا متواجدة لأغراض الردع، سواء هذا الردع يخص مجموعة جماعة داعش، عودة داعش، أو أي أعمال أخرى، تصعيد آخر من جانب ميليشيات أخرى. لذلك القوات الأمريكية، هذا القرار لو صدر بالفعل عن الكونغرس لن يعني انسحابا أمريكيا كاملا، وإنما القوات الأمريكية المتواجدة الآن في العراق لا تقوم بعمليات عسكرية واسعة تستلزم وجود هذا القرار. القوات الأمريكية متواجدة في العراق نتيجة اتفاقيات بين الحكومتين الأمريكية والعراقية، وأيضا بسبب التهديدات التي تهدد ليس فقط العراق وإنما أيضا المصالح الأمريكية. إذن سوف تخطئ الميليشيات المتواجدة داخل العراق لو أساءت فهم هذا الإجراء من جانب الكونغرس الأمريكي، لأنه حتى لو ألغي هذا التشريع من جانب الكونغرس الأمريكي، القوات الأمريكية في العراق باقية لأهداف تدريب الجيش العراقي، هذا واحد، وبطلب من الحكومة العراقية، هذا اثنين، وثلاثة أيضا لردع أي عمليات إرهابية من جانب أي جماعات إرهابية أخرى.